فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. قال: فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة. نعم، قلنا إن توفير اللحى وإحفاء الشوارب وإحفاء الشوارب وجزها مع كونه من خصال الفطرة ومن دين الأنبياء، فهو أيضا كذلك فيه مخالفة لهؤلاء الطوائف الكافرة من المشركين والكفرة والمجوس واليهود والنصارى، حتى في المظهر الخارجي فإننا نخالفهم في ذلك. نعم. قال: وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. تقدم أن القاعدة مخالفة غير المسلمين. نعم. من اليهود والنصارى والكفرة على وجه العموم، فالمخالفة على وجه العموم أمر مطلوب، وفي أشياء منصوصة على وجه الخصوص مثل إعفاء اللحى وجز الشوارب، هذه أمور مخصوصة داخلة في العموم، في عموم مخالفة الكفار في هديهم. فإذن يكون المخالفة العامة أمر مطلوب، ولهذا بعض السلف يخالفهم حتى في الأشياء التي لم يرد نص بمخالفتهم فيها عملا بالقاعدة، عملا بالقاعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى. فليس من لازم المخالفة أن ينص على الشيء، بل القاعدة تشمل ما نص عليه وما لم ينص عليه.